السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعت لنا آية البر أصول الإيمان والأعمال والأخلاق، وجمعت لنا أمور الدين كله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر في التوجه إلى المشرق أو إلى المغرب، ولكن البر مزيج من الإيمان والأعمال والأخلاق. فجاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليتمم لنا مكارم الأخلاق، ومدحه الله عز وجل وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا تتعجب إن علمت أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا مع الله ومع العباد. وإياك والتشبه بالمنافقين في أخلاقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وما من أمة ونقضت العهد إلا ونزل بها العقاب الإلهي، ولا وفاء بالعهد في تحليل حرام أو تحريم حلال. والصابرين في البأساء والضراء طمعا في ثواب الله وعظيم أجره، فيصبرون في حال الفقر والبؤس، ويصبرون في حال المرض والأسقام. وبالصبر على الابتلاء تغفر الذنوب وترفع الدرجات. واصبر قليلا فإن بعد العسر تيسير وتدبير وحسن تقدير. وحين البأس، حين يلتقي الجمعان للقتال، وهو أشد أنواع الصبر على النفس. حين يرى الإنسان الموت وهو يحلق فوق الأعناق ويتخطف الرجال، فإما أن يصبر أو تخور قواه ويلوذ بالفرار. فمن اجتمعت فيه تلك الخصال الكريمة فهنيئا له، فهو من الأبرار. أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأعمالهم وأخلاقهم، وأولئك الذين صدقوا مع الله ومع أنفسهم ومع الناس. وأولئك اسم إشارة للبعيد لعلو المكانة وارتفاع المنزلة. وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور. وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين النار وقاية. ومن أراد النجاة في هذه الحياة فعليه بتلك الآية. جزاكم الله خيراً.